السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ اخباركم؟ عساكم بخير. اليوم اكمل وياكم الملاحظه الثانيه الخاصه بالمعدلات الزمنيه. وانتم شفتوا الفيديو اللي قبل هذا وشرحنا به الملاحظه وحلينا فد سؤال واحد، واليوم احنا وياكم بالسؤال رقم 2. يقول السؤال: سلم يستند طرفه الاسفل على ارض افقيه وطرفه العلوي على حائط رأسي. إذن أنا عندي شباب حائط وعندي أرض أفقية، تمام، وعندي سلم. هذا السلم جاي يستند بطرفه العلوي على الحائط، بطرفه العلوي على الحائط، وبطرفه السفلي على الأرض الأفقية، بحيث صار عندي مثلث قائم الزاوية. قال: فإذا انزلق الطرف الأسفل، هذا الطرف الأسفل للسلم، مبتعدا من الحائط، فأني قلت لعيني ما دام هذا اتحرك إذا هاي المسافة تعتبر متغيرة، فأني حفرضها X ومعدل التغير راح أفرضه DX على DT، تمام؟ قال: فإذا انزلق الطرف الأسفل للسلم مبتعدا من الحائط بمعدل، قلت له ها انت منطين الدي اكس على دي تي ما منطين الاكس. قال: فجد معدل انزلاق الطرف العلوي، قلت له ها هم صدق الطرف العلوي راح يتغير، فاني حفرضه واي ومعدله حيكون دي واي على دي تي. زين هسه هو قال لي فجد معدل انزلاق الطرف العلوي، يعني هو طالب من عندي معدل تغير الطرف العلوي، يعني طالب من عندي الدي واي على دي تي. قال: وذلك عندما يكون او عندما تكون الزاوية بين السلم والارض باي على 3. هنا اكو زاوية في لحظة من اللحظات قياسها باي على 3، الثيتا يعني باي على 3. وشوية ركز، هاي الثيتا مو معدل تغير الزاوية، اكو فرق بين الزاوية ومعدل تغيرها. زين هسه طلاب تعالوا حتى نحكي وشون نطبق خطواتنا الخمسة على هاي المسألة. اول خطوة، انتم مو تعرفون انه لازم نفرض المتغيرات برموز معينة؟ تقولوا لي بلي فعلا احنا لازم نفرض المتغيرات. زين هذه مسافة متغيرة وهذه ايضا متغيرة، بس السلم ما حكينا عليه كل شيء، يعني ما ندري هل هو متغير ام هل هو ثابت. هو بصراحة السلم اكيد ما راح يتغير لان المسافة صارت هنا التغير وهنا هذا التغير، فطول السلم ما راح يتأثر. تقولوا لي بس هو ما انطانا طول السلم. شوف هو صحيح ما انطانا طول السلم، بس هذا مو معناته احنا ما نعرف، فإحنا ممكن نفرض أي حرف ونقول يا ترى هذا ثابت، فأني فرضت طول السلم أي واعتبرته ثابت وهو بالأصل أصلا ثابت. هسه تعالوا، فراح نفرض إحنا بأول خطوة بعد الطرف الأسفل للسلم، هذا الطرف الأسفل للسلم عن منو؟ عن الحائط، راح نفرضه X، وأني فعلا هنا خليت X بعد مو من حقي أغير. زين ونفرض بعد الطرف العلوي المن للسلم عن منو؟ عن الارض، هذا ايش حفرضه؟ واي، وطول السلم ثابت فاني ما راح افرضه. الخطوه رقم 2، المفروض اني بعد ما فرضت المتغيرات برموز معينه المفروض ادخل ذول المتغيرات فد علاقه، والعلاقه رايدها اساسيه حتى تشملهم اثنيناتهم. زين تقول لي واحنا شلون نميز؟ والله ما ادري، اي علاقه تشمل ذول المتغيرات اني اعتبرها اساسيه. حقيقه هنا اكو علاقتين اني ممكن استخدمهن، ممكن استخدم فيثاغورس وممكن استخدم داله مثلثيه، بس بشرط الداله المثلثيه اللي لازم استخدمها هي انه تربط بين الواي والاكس، والواي هنا تمثل المقابل والاكس يمثل المجاور مال الزاويه هذا. فإحنا ممكن نستخدم علاقة التان لأن هي تربط بين المقابل والمجاور، وممكن نستخدم فيثاغورس. شنو رأيكم؟ اثنينهن متاحات. زين أنا راح استخدم فيثاغورس، بس أخلي عليكم أنتوا واجب تستخدمون التان، فراح يطلع نفس النتائج. تقولون بس دوختنا، وليش دوختكم؟ وإحنا قلنا لكم بالمثلث القائم أنتوا عندكم خيارين بين فيثاغورس وبين الدالة المثلثية، عاد أنت بعد
وشطارتك تقدر تعرف ياها تستخدمها. أنا راح أستخدم منه، راح أستخدم فيثاغورس باعتبار هنا أنا ما أجي على بالي العلاقة هي دالة مثلثية، باعتبار أنا قلت لكم نستخدم الدالة المثلثية إذا انطلب من عندي أو انعلم عندي معدل تغير زاوية. وهنا بصراحة لا مطلوب من عندي معدل تغير الزاوية ولا مطلوب من عندي، فما أجي على بالي أستخدم الدالة المثلثية، هستخدم فيثاغورس. فيثاغورس هيصير الوتر تربيع، طبعا الوتر أنا أصلا بالمثلثة اعتبره زد، وهنا هيصير الاكس تربيع زائدا الواي تربيع. الخطوة رقم 3 هعوض الثابت الدائم. طول السلم صحيح أنا ما أعرفه، بس فرضت أي باعتبار أنا ما أعرف هاي الأي شقد قيمتها بالذات، فراح أعوضها وأخلي المتغيرات اللي هم الاكس والواي ما أعوضهم. خطوة رقم 4 هشتق العلاقة بالنسبة للزمن، وبما أنه هذا ثابت فراح تصير مشتقته صفر، وهنا راح يصير عندي 2x dx على dt زائدا 2y dy على dt، وأني علمتكم شلون نشتق بالنسبة للزمن. أما الخطوة رقم 5 والأخيرة المفروض أني أعوض بالمعلوم حتى ألقى المجهول ويخلص السؤال. بس للأسف اتفاجأت أنه أني بس عندي dx على dt والdy على dt هو طلبه من عندي، فما عندي لا الx ولا الy، فحرت بصراحة، قلت ما أعرف شلون راح ألقى الاكس والواي. بعدين باوعت لقيت فت زاوية، جيت ورا الخط، تعرفون إحنا أي متغير عندنا نقص هنا نلقاه، ما نلقاه هنا لأن هنا ما أريد أخرب الخطوات مالاتنا. فجيت على الزاوية قلت لها عيني أنت ممكن أستخدمك وأستفاد منك وأطلع بيك الاكس والواي، فراح أستخدم الدوال المثلثية كعلاقات ثانوية. فساين الباي على 3 يعني ساين 60 حيصير المقابل، المقابل هو الواي على الوتر اللي هو الاي. زين ساين 60 انا اعرفها، هي جذر 3 على اليمن على 2 يساوينا واي على اليمن على اي، وسطين بالطرفين راح يصير عندي 2 واي يساوي جذر 3 اي. تمام، يعني الواي انا ممكن اقول جذر 3 اي على اليمن على 2، هاي قيمة الواي انا لقيتها. هسه ارجع استخدم الكوساين كعلاقة، كوساين الباي على 3 يساوي الكوساين تعرفون المجاور على اليمن على الوتر، يعني المجاور مال الزاوية اللي هي الاكس والوتر اللي هو الاي. طيب هذا عندي 1 على 2 يساوي اكس على اليمن على اي، هماتين وسطين بالطرفين راح يصير 2 اكس يساوي اي، ايضا تطلع لنا الاكس تساوي الاي على اليمن على الاثنين. هسه طلاب اني لقيت الاكس والواي، فممكن أرجع لخطواتي وأكملهن اعتيادي، فراح يصير عندي صفر يساوي 2 بمكان الإكس أنا ممكن أعوض أي على اليمن على 2، دي إكس على دي تي أنا عندي قيمتها 2 أصلا هو ناطيني إياها، زائدا 2 بمكان الواي أنا ممكن أعوض جذر 3 على 2، طبعا جذر 3 أي على 2 في الدي واي على دي تي اللي هي مطلوبة. هسا بسبق عليكم اطلعوا لي الدي واي على دي تي لان هي المجهول الوحيد. زين هاي الاثنين ويا هاي الاثنين تروح، هيبقى صفر يساوي 2 اي، ومنا عندي الاثنين ويا الاثنين تروح يبقى جذر 3 اي دي واي على دي تي. ممكن احول هاي الاثنين اي منا، حتصير سالب 2 اي يساوي جذر 3 اي دي واي على دي تي. وهنا طلاب اني ممكن اقسم على اي فحتروح، لان الاي هذا ثابت، وهنا الدي واي على دي تي يساوي لنا سالب 2 على جذر 3 سنتيمتر او متر عفوا متر على سكند، وهو هذا معدل الانزلاق. معدل الانزلاق حيكون بس 2 على جذر 3 متر على سكند. ليش؟ لان حيكون موجب باعتبار الانزلاق عوض عن السالب. ليش؟ لأن هذا وقع السلم، فلما وقع أكيد حيكون بحالة اقتراب، ولما يكون بحالة اقتراب حيكون سالب. تمام، أتمنى يكون واضح هذا السؤال اللي هو السؤال رقم 1 من أسئلة الكتاب، يعني بالتمارين أنا أقصد، لكن هو السؤال الثاني اللي جاي نحله. طيب هذان هن السؤالين اللي موجودات بالكتاب حول الملاحظة الثانية، فأني قررت أحل لكم سؤالين بعد، سؤالين وزاريات حتى يتضح عندكم أو تتضح عندكم الملاحظة الثانية وما يكون عندكم إشكالية حولها. فالسؤال رقم 3 أعزائي
يقول اجتازت سيارة مسرعة إشارة مرورية حمراء. إذا إحنا عدنا إشارة مرورية، هاي الإشارة المرورية، هاي الإشارة المرورية اجتازتها سيارة، بس هاي الإشارة المرورية ارتفاعها 3 أمتار، هاي ارتفاعها 3 أمتار، اجتازتها سيارة دا تمشي هاي السيارة بسرعة، هاي السيارة اجتازت الإشارة المرورية الحمراء. زين طلاب، ما دام هاي السيارة اجتازتها فمعناتها هاي متغير، لأن جاي تتحرك السيارة، فأني فرضتها X، وزين فمعدل التغير حيكون DX على DT. قلت له إيه عيني حجينا؟ قال اجتازتها بسرعة. قلت له السرعة ترى يعني معدل؟ قال هو إحنا مو اتفقنا من البداية إنه السرعة هي معدل؟ خومة كل شوية أني لازم أذكرك، لازم أنت قاري عزيز الطالب وياي الملاحظات والخطوات كلهن، يعني حتى بس تربط بالحكي اللي جاي أقوله. زين فالسرعة هي المعدل. قلت له تمام. قال وبعد أن ابتعدت عن قاعدتها، يعني السيارة ابتعدت عن القاعدة مالت الإشارة المرورية. قلت له إيش قد ابتعدت؟ قال 4 متر. قلت له هاي الإكس تمام، إيش صار هنا؟ قال هنا اصطدمت بسيارة أخرى. زين قلت له إيش رايد هسه أنت؟ قال أني أريد معدل الابتعاد بين السيارة. قلت له هنا السيارة صايرة. قال وقمة الإشارة المرورية. قلت له ها هنا المتغير الوتر، فهنا هاي المسافة زت، بس معدل التغير مالها أني ما أعرفه، فهفرض دي زت على دي تي. تمام. إذن أعزائي هذه أيضا ملاحظتنا الثانية اللي هي الخاصة بفيثاغورس والدوال المثلثية. هنا أنا ما لمحت أي زاوية أو معدلها، فبالتالي ما راح أفكر بالدوال المثلثية، هفكر بالعلاقة هي فيثاغورس. فأروح الخطواتنا، أول خطوة قال نفرض المتغيرات برموز معينة. فالمتغير عندي أول شيء نفرض بعد السيارة عن قاعدة الإشارة، عن قاعدة الإشارة المرورية هو X، هاي بعد السيارة عن قاعدة الإشارة المرورية. أما بعد السيارة عن قمة الإشارة فنفرضه Z مثلا. إذن نفرض بعد السيارة عن قمة الإشارة المرورية هو شنو؟ هو Z تمام. أما بالنسبة لهاي المسافة اللي هي الواي، بس هنا أنا ما راح أفرضها هنا، يعني ما راح أدخلها بال خلينا نقول بالعلاقة، لأنها حتتعوض. فليش؟ لأن أصلا ارتفاع الإشارة المرورية فثابت ما تغير عندي، تقدر تعتبره أو تقدر تعرف أنه هذا ثابت بطريقتين. أول شيء الطريقة الفهمية أنه أنت مستوعب أنه الإشارة المرورية ما صار بها أي تغير، أما الطريقة الثانية فهي على الملاحظة. فأنا قلت لك هنا ما انطيتك معدل التغير ولا طلبت منك، فيعتبر ثابت أكيد. 2 أروح أجيب العلاقة اللي تربط بين المتغيرات، فأكيد هي فيثاغورس تربط بيناتهم وثلاثتهم، بس هذا ثابت راح يتعوض. أنا بشكل عام راح أكتب العلاقة هي مربع الوتر يساوي مربع الضلعين القائمين. أنا هاي حفرضة واي، أو عفوا حكتب عليها واي، بس حعوضة قبل الاشتقاق. بس يعني أنت أوكي كتبت واي، بس ترى هذا ثابت، يعني لازم أنت مستوعب أنه هذا ثابت حتى وإن كتبته هنا، لازم هسه تخلص منه. يا بليش اخلص منه؟ مو هذا لازم نخلص منه، لان ما عندنا معدل التغير ماله اصلا، هو ما تغير. فاجي بالخطوه رقم 3 اعوض الثابت الدائم، الاكس والزت متغيرات، اما الواي فهي ثابت وعندي قيمتها 9. طبعا عندي 3 بس 3 تربيع 9. الخطوه رقم 4 هو اشتق العلاقه بالنسبه للزمن، فاثنين زت دي زت على دي تي ايه اوكي هذا المعدل المطلوب، واثنين اكس دي اكس على دي تي اما هذا فصفر. اما الخطوة رقم 5 فنعوض بالمعلوم لايجاد المجهول. بصراحة هنا الدي اكس على دي تي عندي، الاكس عندي، الدي زت على دي تي هو طلبها، بس الزت ما لقيتها، فما دام ما لقيتها لازم ألقاها هنا ورا الخط. فأجي على فيثاغورس نفسه وأعتبرها علاقة ثانوية وألقى بيها المتغير اللي أريده. الزت آني رايدة، الإكس عندي 4 تربيعها 16، الواي عندي 3 تربيعها 9، إذن أجمعهم 25، هاي الزت تربيعها 25، إذن الزت آني أعتبرها 5 لأن حاخذ الجذر مالها، وأرجع على خطواتي وأكمل الحل بشكل طبيعي.
واحد يقول لي ليش ما تقسم على اثنين؟ اقول له ما اريد اقسم، هسه اقول لك السبب. اثنين في الزت اللي هي خمسة في الديزة على ديتي اللي هو طلبها من عندي، اما هنا اثنين في الاكس اللي هي اربعة في الدي اكس على ديتي اللي هي سبعة. هاي عشرة هتصير دي زت على دي تي، وهنا 2 في 4 8، 8 في 7 8 في 7 حيصير 56. 56 اقسم هسه على 10، قسم على 10 حيصير الدي زت على دي تي. تعرفون احنا لما نقسم على 10 راح تصير عندي سهوله بالقسمه، فحيصير 5.6 متر على سكند. هو هذا معدل الابتعاد، طلع بالموجب فماكو داعي اكتب عادي، حتى لو تكتب كبارة معدل الابتعاد هو اصلا موجب، ما يحتاج يعني تشيله وتخلي موجب، هو اصلا موجب من قاعة يعني. تمام، بهالشكل هذا انهينا هذا السؤال الوزاري اللي هو سهل. وانت بعد قيس يعني السيارة يسوي لك اياها قطار ويقول لك عبر شجرة ما اعرف شنو، افهم الفكرة فقط حتى تقدر انت تحل اي سؤال ممكن يتغير. لي انا بصراحة بالوزاري ايضا مرة كاتبين لك هاي شجرة وجاي يمر قطار منها وما اعرف شنو، نفس الفكرة مالت السيارة، احيانا يقول لك دراجة احيانا يقول لك بايسيكل، فبعد انت لازم تفهم الفكرة على مود تقدر تحل السؤال. سؤال اخر ايضا وزاري في سنة من السنوات، لكن الوزاري شوي قديم لذلك انا ما كتبت عليه. فهنا طبعا وزاري ما اعرف السنة اللي جاي بيها، المهم هو جاي. السؤال هذا دا يقول من ميناء واحد انطلقت سفينتين. انا خل افرض هاي النقطة نقطة الانطلاق اللي هي الميناء، تمام؟ فهذول السفينتين انطلقن، الاولى باتجاه الشرق والثانية باتجاه الشمال. طبعا الاولى اللي باتجاه الشرق هذا الشرق طلاب، فراح نجي نخليها تتحرك هيش. قال هاي اللي باتجاه الشرق جاي تمشي بسرعة، قلت له يعني جاي تمشي معدل بين قوسين بالضبط، فأكيد منطيني المعدل هو، لأن السرعة تعتبر معدل. السرعة شقد؟ قال 20 كيلو متر بالساعة، قلت له حلو هاي المعدل زين. قال والثانية باتجاه الشمال جاي تمشي معدل أيضا أو بسرعة، فقلت له أوكي الثانية بهذا الاتجاه فهذا حيكون أيضا متغير، فالدي واي على دي تي معدل التغير السرعة يعني شقد؟ قال لي 15، قلت له تمام. قال أوجد معدل الزمني، قلت له إيه يا معدل. قال التي تبتعد السفينتان عن بعضهما. هالمرة أيضا طالب من عندي هذا، ولاحظ هنا كلهن صارا متغيرات، يعني هو أصلا طلب من عندي المعدل الزمني لابتعاد السفينتين عن بعضهم. تمام، هسه أعزائي فنجي نكمل الحل. أول خطوة من خطوات الحل هو أني آني لازم أفرض المتغيرات برموز معينة. الخطوة الأولى هنا لاحظ أنه كلهن متغيرات فكلهن أفرضهن. نفرض حركة مثلا السفينة الأولى، السفينة الأولى هي X، والسفينة الثانية الثانية هو Y، والمسافة أو البعد بينهما وهو الزت. الخطوة رقم اثنين اروح اجيب علاقة تجمعهم كلهم، واضح جدا انه اللي تجمعهم فيثاغورس مو دالة مثلثية، لان الدالة المثلثية هي يلا تقدر تجمع لي بين متغيرات اثنين مو ثلاثة، يعني هنا لازم انت متأكد 100% انه فيثاغورس هي اللي تجمع ذني ثلاثتهم. فمربع الوتر اللي هو زت تربيع يساوينا مجموع مربعي الضلعين القائمين. الخطوة رقم ثلاثة المفروض أني أعوض الثابت الدائم قبل الاشتقاق. للأسف أنا هنا ما أريد أفرط بأي وحدة من ذولي لأن كلهم متغيرات ومعدلاتهم موجودة، فراح أطفرها لأن أصلا ما أقدر أعوض ثابت لأن ما عندي ثابت بالأصل. الخطوة رقم أربعة نشتق العلاقة بالنسبة للزمن، 2 زت دي زت على دي تي يساوينا 2 اكس دي اكس على دي تي زائدا 2y dy على dt. الخطوة رقم 5 نعوض بالمعلوم لإيجاد المجهول. للأسف أنا هنا عندي dx والdy فقط، dz هو طالبها مني والz والx والy ما عندي. اكو شغلة أخرى قال لي أوجد المعدل الزمني لابتعاد السفينتين عن بعضهم بعد ساعتين، يعني هنا هو منطيني زمن 2 خلينا نقول t 2. زين أنا شنو ممكن أستفاد من هذا التي باوعلي؟ أنا كتبت لك فد قانون، كتبت لك الإزاحة تساوينا السرعة في الزمن مو؟ فخلي نفرض الإكس هي إزاحة والإكس مو أصلا هي إزاحة،
فأني ممكن ألقى الإكس عن طريق أضرب السرعة مالتها اللي هي 20 في الزمن اللي هو 2، فحيصير عندنا 40. وممكن ألقى الواي، الواي هي السرعة مالتها اللي هي 15 في الزمن اللي هو 2، فحيصير عندنا 30. هسه أنا صار عندي الإكس والواي، ممكن أطبق فيثاغورس وألقى الزت، زت تربيع يساوي الإكس تربيع زائد الواي تربيع. زين الزت تاني رايدها، الإكس عندي 40 تربيع زائد الواي عندي 30 تربيع. هاي تربيعها 1600 وهاي تربيعها 900، أجمعهم 2500. هاي الزت تربيع، يعني الزت حتطلع لي 50. هسه ما أدري شفتوها أو لا، هنا الزت طلعت 50. هسه أنا ممكن أكمل الخطوة رقم 5 بشكل طبيعي، 2 في الزت اللي هي 50 في الدي زت اللي هو طلبها أصلا، واثنين في الإكس اللي هي طلعناها الإكس 40 في الدي إكس اللي هي شقد الدي إكس منطينياها 20، زائدا اثنين في الواي اللي هي إحنا طلعناها 30 في الدي واي اللي إحنا أصلا عدنا 15. تمام؟ هسه طلاب هاي 100 دي زت على دي تي، ومنا حيصير عدنا 1600، ومنا حيصير عدنا 900. طبعا أنا ما أريد أتلهب الجمع والطرح، أدري بيك أنت تدبرها. دي زت على دي تي هنا 2500، جمع ال 1600 ويا 900 أقسم على هاي 100، فحيبقى دي زت على دي تي 25 كيلو متر بالساعة. هو هذا معدل الابتعاد مال السفينتين، معدل الابتعاد بيناتهم. وهنا مخلي لك واجب سؤالين حول هاي الملاحظة الثانية اللي هي انتهت، وبعد هاي هي يعني ماكو داعي لهالأسئلة، انتهم حل ذولي، وان ان شاء الله كلهن بأقرب فرصة احاول انزل حلولهن على القناة على التليجرام. اتمنى تكون وضحت عندك الملاحظة الثانية والملاحظة الاولى بالمعدلات الزمنية. ان شاء الله الملاحظة الثالثة بالدرس الجاي. لا تنسون تشاركون الرابط وتدعمون قناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.